بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وهزم الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وعلى إخوانه النبيين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، أحييكم بأعظم التحيات، وأعظم التحيات هي تحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني جدا، بل يفرحني، إذ الحمد لله أجد نفسي بين أيدي إخواني ونحن على مائدة كتاب ربنا وعلى هدي حبيبنا صلوات ربنا وسلامه عليه، ونتذاكر في الله عز وجل، فإن دل الأمر على شيء فإنما يدل على أن أمة الإسلام تريد أن ترجع إلى الله جل جلاله. مجلس إيماني، مجلس علمي، مجلس تحفه ملائكة الله عز وجل بأجنحتها، إذ يقول النبي الكريم مبينا هذا ومفصلا إياه، والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنستبشر بهذا الخير جميعا إخوة الإيمان، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا من فضله ومن كرمه، وأن يمن علينا بنعمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك إخواني، الشكر موصول أيضا لإخواني في هذا المركز، وأعني القائمين عليه، إذ كانوا أيضا سببا في هذا اللقاء أو في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن تكون دورة إيمان وعلم وتقوى
وكما أسأله جل جلاله أن يرزقنا والجميع الإخلاص في الكلام وفي العمل، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على البر وعلى التقوى وعلى حب الله عز وجل وحب الإسلام وحب محمد بن عبد الله. قلت الشكر موصول لهم إذ كانوا سببا في هذه اللقاءات المباركة، فجزاهم الله كل خير. وكذلك نشكر لكم أنتم إخواني حضوركم، ونشكركم أيضا على تلبية دعوة إخوانكم فجزاكم الله كل خير. ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد على كتابه وسنة نبيه، نسأله جل جلاله أن يجمعنا يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين في مكان صدق عند مليك مقتدر. ثم أما بعد أيها الإخوة، الموضوع ممشينا الأحمد ذيري اسمازيخت. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام، ومن نعم الله عز وجل إجا اللغات سبحانه وتعالى، وما حندا تقوم الحجة انصدار بي سبحانه وتعالى تمسفهامني وذانس اللغة ذنسن. باكستاني تمسفهامك وباكستاني، أتواكي تمسفهامك وتواكي، مازيغي تمسفهامك ومازيغ، إذن المسفهام النهار بإذن الله. إخواني أدنى بذا، أولا الموضوع يتعلق السفر. ما يخضان لإخواننا الموضوع عن السفر، لأن الوقت السفر. الحج موسم وله أشهره، يسمى ربي بأشهر الحج. الحج أشهر معلومات، كذلك الموسم رمضان ما شاء الله، إن ذيس ربي جل جلاله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أدي سجن خارع عوذ من يعنى الخاري جند الأشهر ثا تسمى أشهر السفر، أزين ستة السبعة الثمانية ذو زين تسعة. ما مني غزين ستة أقيوذان ذي ثمواثن أجيون ندلع شكما رعاد تراجيد عبد العي وذان جاون انت نشين دين غانغي وذان يقواسين يقيم والو الدورن إذا ناضت وايد قولي ما نينا يقوى يقيم والو الدورن صحابها ليمان ايوا صحابها ليمان ايوا صحاب هولندي وراجل شويت هذوم غي خارف الدلع ذيني. فإخواني الأشهر أثينا تسمى أشهر السفر. أنكسي السفارة الساس بين قوسين، والسفر و الدكارش السفارة مقران، السفر نية مقران وليس ديكويران من دا السجدد ما راشك الخو السفارة يا مزيان السجدد تقمي جاثين سجد دار ريغالوس سجد ممشي غاث ويواد ممشي غاث راحب تمو بني ذبحت اني توجد ارخاني يوجد الى اخر السفر مقرى من دست وجد. فالسفر ويد دكاري سنية مقران واني مقران وذي سبو الرجوع واني زاد الناس يجن حاج ان تربي من تعنى تقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هزت الآخرة ديها ديها وسق ويغار ريغالوس ورذي وثيق مجاثين ورذي هاركاس ورذي تاي ورذي القهوة ورذي بيستاج ورذي غيطة ورذي قويت ديها خصيش تقوى الله عز وجل. الإيمان بالله والخوف منه جل جلاله هذي سجد
والمقصد زي الآية الكريمة واتقوني يا أولي الألباب، الخوف منه سبحانه، التقذذ في السر والعلاني. من المسجد دي المسجد أطرق بربك، دي برا كيف كيف، ماشي دي المسجد ما شاء الله، إذي برا إن شد قدشي يتقسى السلسة، لا، وإنما المسلم يترقب ربي النس. للحديث المعروف الذي يشير إليه النبي الكريم فيقول عليه الصلاة والسلام: من الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو القائل عز وهو القائل صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. من المسجد دي الخدمة النش اتق الله، دي التجارة النش اتق الله، دي الشارع القبري اتق الله، تثلغ شان تحان شان صار ما اتق الله، تثلغ المسجد اتق الله، السور ذاك دياز ماش اتق الله. اذا خستيري التقوى يتا ربدق جارتي الطاوين نشط الزاد دايس، لانه اقتكيك ما يسمسكر تقوى الله عز وجل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. اني اخوان ادنوي السفر الان تنساس بين قوسين، ما يخضع الاخوان موضوع السفر لانه استنينا استن السفر. السفر اخواني ما راي يبنى يبنى خدساس، يصبح يمتن يصح يتير السفر ني مبارك مبارك، خصي تذي يبنى السفر ني غادي يري يبنى في الاسس في القواعد خدساس. شكي خصك تقيم تدات تبني تدات الاول الدساس، نيت بين صادي الزقه ما غوني غير بنت الدال ما يبدا يزيد يبدا يزيد الزقه غير يبدا يزيد الدساس. ما راه الدساس يا خوان ايوا قال خدني غاتثبت الزقه اني غاتواري هرت هواد، خص الدساس اني غادي يريد الدساس بالمعقول. فاذا السفر يا اخي الكريم ما راه الدساس النس ليس مرضات الله عز وجل، المرضى نصيدا ربي، ذيس تقوى الله، ذيس أن المسلم يريد بهذا وجه الله. إذن إتيري استفارني مبارك ذيس عن رحمة ربي، هكو هذا رحمة ربي، إيه هكو هذا الرضوان ربي، إتيري المسافرني في سبيل الله، إيه الحياة نستخدمني مرة في سبيل الله، النفقة النس في سبيل الله، الطعام النس في سبيل الله، الشراب النس في سبيل الله، الحركة النس في سبيل الله، الخطوات النس في سبيل الله، والأجر يتفرغ دخلت مشنا وانزال. إذن أولا إخواني أدن ذورغ الأصل إقر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يعني يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، لقول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إذن خسذير البنيان هذي قم على تقوى الله عز وجل، أذير الحياة النش مبنية على لله، إخلاص لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تولي ذي الكلام من ربي ما مشي تذف غور، ما مشي تستقبار وور، ما مشي يتلذذ المؤمن، خليت تسري الكلام من ربي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شوف القرآن ينغي الإيمان والقرب إلى الله عز وجل. إذا النغ الأول الدساس، أنا بدأ زيد الدساس، أنخزاد الدساس ما مش غيري. النغ أخا الكريم أولا المسلم الخروج النس سفر النس الزيسي بتغي وجه الله، وجه الله. ما حنا تيري الهجرة النس لله ولرسوله، لا لدنيا، لا لزوجة يتزوجها، ولا لتجارة يريدها، وإنما خرج لله. يخصفرني أذير مبارك يزيس وجه الله عز وجل. النقطة ثم الزواد. النقطة الثانية أخ الكريم احفظها حفظك الله، وهذه نصيحة، نصيحينو النفسينو الإخوانينو. خصنا سفر نقنية لله أو دلس دناني ارخار من ترخار إذا سغناني النية يا سبحان العمل ونتا أن سافر من أجل إحياء صلة الرحم. ثم معنى صلة الرحم كرج دينا إلا غسل الرحم ذي المواص غنغل الإخوان غسل الوالدين غسل عموميم غسل عميس العموم موجودين خوارس موجودين خواتيس موجودات عمانتيس موجودين إلى آخره. إينا من يعني إينا ذا الرحم إينا مرة ذا الرحم الصلة ينا الرحم ما مستحب ما واجب مرة نسن ولكن نفهم رخو ما مستحب ما واجب. يقال الله عز وجل هذا نغار الآية ثينا بعض الأحاديث ثم ناني غزل ما حنا ندير إن شاء الله البنية النغ يبنخ القرآن للحديث للنبي. يقال الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون السوء الحساب. ويقول الله عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه توكيده ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. القرآن صريح يبين المنزلة الرحم. أنا انتقل الآن إلى بعض أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأن القرآن أتنفهم الحديث للنبي الشرع عن ربي أتنفهم المنهج للنبي ماشي سقي عنا. الحديث الأول حفظه شي حفظ ربي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم شجنة من الرحمن. قال الله عز وجل من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. أعيد الحديث يقرأ النبي الكريم إن الرحم شجنة من الرحمن. الشجنة وهي العروق إزوران
يقارن بي يقار ربي من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. الرواية الثانية عند الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرحم معلقة بعرش الرحمن تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. من تساس ربي الرحيم؟ من تساس؟ الساسد سودي سودي أعظم مخلوق يخرق أعظم مخلوق وهو العرش. فالرحيم معلقة معلقة تعلق من دي بعرش الرحمن من تقار من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ثم إخواني كذلك رواية أخرى عند الإمام أحمد والحديث في صحيح الجامع يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إن أفضل الصدقة غنغ الصدقة غنغ أفضل الصدقة أحسن الصدقة إن النبي إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح وني نشي تعادان وني قطع الصلة بينك وبينه مرات تصدق الخاس هي أفضل صدقة. الكاشح الذي يعاديك العدو النش ولكن تضر رحم النش فالصدقة النش خفز من تعنى أعظم صدقة. ويأتي حديث آخر عند الإمام النسائي وصححه الشيخ الألباني يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقارن بنا عليه الصلاة والسلام الحديث من غني صلى الله عليه وسلم إن الصدقة على المسكين صدقة. أتصدق خير المسكين صدقة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. ما رأى صدق الرحم النشي تاري شعر باثنين صدقة وصلة الرحم. رواية أخرى ساقها البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن الرحم ذا يمن الناس نسس بين قوسين أنا فن القرآن الكريم ينطق بيننا بالحق والحديث للنبي ينطق بيننا بالحق. إذن صلنا الرحم مشي مستحب وإنما واجب واجب. فالآن مرن إن شاء الله السفر نقيث لله ثم ننويس صلة الرحيم ما مش غيري الله أكبر إيش شغل عظيم جدا. فإذا أخ الكريم مرى بيس الخاذي دقا كرشي وإياك الدور الغفار وإنما الإسلام يرغبش ذي الخار أذي يكش ذي الخار. إذن السفر النش لله ومن أجل إحياء صلة الرحم فكله رحمة. إذن هذا يصبح الآن المنطلق مبني على تقوى من الله ورضوان وعلى أسوس صحيحة وعلى مرضاة الله وإخلاص الله وعلى إحياء صلة الرحم. ورخو أدناوي أدناوي من غنخدم تمو بني غسغض تمو بني غتعذرد أري غلوث بني غتعذي غتسغض مرض الصدقة بيمي لأنه تفغض أتحي صلة الرحم. تصدقت المال ونيتا مسقاض ربعا ذي قارة يتقر حسابي قارة وستشحى غنخصار وجبوا التخصار وذا الربح
لأن البركة يشكشى ربي المال يشكشى يكشاش إثراثة يا إثراثة حفظي ثناش يحفظ ربي من يزغاني كسير شغورة زين نبينا حديث رواه الإمام أبو داود وغيره يقار النبي الكريم يقول ابن آدم مالي مالي خنيتي تغص الطف تغص تسرح فروسينو ثداثينو الفيلينو سبحاثينو رقصارينو فروسينو تجارينو إن سنبي وغاك زي المال نشي إلا ثلاثة ثم الزواد ما أكلت فأفنيت من تقديس عديس تنغاك تغير لدي الصحفنش تشيل شوية فيتامينات تشيل شوية ميني سمحن ماشي ذن التارتين السمارة اختلا قديس ذين فروماج ذين ما شاء الله الدهن ذين واش كي تمرقت ذي التارتين ولا التارتين يقوى السمارقت الا زي المال النش من مالك المفوس نشنيشان مين تشيد مين تشيد سناين إن النبي ما لبست فأبليت من تاضر يقاس يوسخ يعشى يقدم وزي المال النش سوسترة من تكشيد من تكشيد في سبيل الله أما غير ترزايا أقتو يواد أتجري الورثة أخص حاطني حنجان ذي الورثة أدس الورثة اللي ما روى اتفقا من غن ماني غير راح المال اللي أتشني سمصان أتشني بوغاون أتشن أتشن شكت بدد بين يدي الله شي سخص ربي. ولذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع يسأل عن حياته كلها عن حياته فيما أفناها وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله قرن به مما اكتسبه وفيما أنفقه سويت تزي الحلال ولكن تجيت كنزت خمرت فالويل لقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع وفي قراءة جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة جمع فأوعى ظن أن المال دي تغي خلدا دي الدنيا أقشري بتجاري فس النار بين في السقسة من يجي صحت الناس مبارك من يرضى مبارك من يتصدق في سبيل الله مبارك ولكن من دي جاية من يضيع يا لطيف يا لطيف إذن أخا الكريم سفر النشوانيتا مبارك والنفق النش في سبيل الله النفق النش في سبيل الله اذا خزاري ثواث نرخارين الناز من دنيتا يعزمش الاسلام خزاري ثواث من الشر اذا شي عزم ابليس الاسلام يعزمش ثواث نخار ابليس يعزمش ثواث من الشر ثواه من الشر ابليس يتبلى عاش ثواه من الرحمه ايش يعزم ربي ايوا حسبك كذي مليح او نضحك ندير حساب تفغض اتحيد صله من الرحم صله من الرحم دي مواطن النش الرحم النش فرح نير سوارينا لأنه قد تسد وقد رجع بل حسبنا شو السن بل حسبنا شي ساعاتين يقيمس خمس أيام يقيمس أربع أيام الله أقش ترتيب هذا واقم غير يومين شوف شي يقيمس النهار يقيمس الزينة قيم ستين ساعات نادي حقو غربوا اثنين ساعات فرح النش شكت راحظ من أجل إفراحهم أن تفرحهم تقوى الدنيا تمند العائلة
يمكن توغى زي العائله يني منغن، عمومي يمكن منغن، خواري يمكن منغن، خواتي يمكن منغنت، اموني اني خاكدي تمونان يتقديس ربي الفرج يتوقع هذا الصلح تريشك مفتاح للخير. وحسبك كذي مليح شو شغل حساب اشو شغل حساب سو قمو من غستيلو ميزي ما تخسر وش حسبك كذي مليح خزاري رخار خزاري رخار خزار الخاص والثنين الزوجة اللي تو يدعاود فرح الوالدين نس الزيس الله اكبر من وين جد السبب الشك ثو يتس زرا فاميليا نس انت تفاح فاميليا فاحا هرخان نغني ارخان نغني عاوديش ديالني ربي يا حنجاني تو يتنعاود حيان الصلاة اك فاميليا نسن السنن خواري تسان السنن عمومي تسان السنن جدي تسان السنن حنا تسان السنن طموح نسان ضرب تترك طموح نسان تخزاري الخار شكدر فرحت ثم غادر فرحت حنجا در فرحت العائلة ثم مرض فرحت بلا شينيغ ثم مرض النواوار ونزنو زن خضاغي فاح الروج الروج تبارك الله بوشتو مفاح من دوم غير حتى ونزنو زن فخار يفرح لانه فخار نسيو يار كلشي فاح حتى رجال البلاد رجال البلاد ما رجال البلاد ماشي ني مول ني دان ني خاكي حطان تروح دي الامنه واش يخسر والو خاكي حطان رجال البلاد ينوم يقار رجال البلاد ذي نجا رجال البلاد مرض فرح ثم تيري مرض النواوار مرة يفرح الله أكبر تيري الروج الزواج ما شاء الله الحركة اللي نشيل قارس تجارة ما شاء الله ثقوار العائلة تيجي تزاو نغني تمسرقاني وذان شي تسد السياج شي تسد السياج شي تراح دياج ما شاء الله ثم تنغذ النواوار ذي شهر ستة شهر سبعة شهر ثمانية شهر تسعة ما لون جن السبب النس الشك الشك يا اخي الكريم اذا تخزري الخار كلشي يمكنش ربي يا جماش ربي الخاره وكلشي يمي مي غندور غاد فار النير ابليس يا زم ثواه الشر سيها ابليس من داش يقار يقار اش حسيد ستيلو اقر حساب أتقدر حساب أصغر طوموبيل ستة طوز أتعذرغ ستة طوز ستة إلى طوز ها سبعة لوتوروت أنين دايس حسب غاري عاود 200 300 400 أورو لوتوروت المازوت شحال غايش قدا وقدا أغربو أنين دايس هذه هو الغاث مواضع عاود يقرا حساب يقرا شحال روح غاف فاميليا ديال المازوت السياي السياي مو كذا كذا جبد ما يزيد غادور عاود اوه يا مشحار 10 طاوز ما مشحار ما نتغنى فا سيدي ما اساس اش داق نضاس نجي وعروان نجي ما واش واش انت اللي غاك الخو ثني غاك الخو واش انت واش انت ربي نفقيت انت اش دي خرف ربي لانه هو القائل جل جلاله وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين إذن ربي يازم أجدت هو أذن خير إبليس يتجوارش هو أن الشر يقالش قرح حساب قبرة تفضل قرح حساب قرح حساب مع أن التمو بني غاد صغد التمو بني غاد صغد في سبيل الله النفق أني في سبيل الله مزيت غاد عدرد في سبيل الله المازوت أني كبرد في سبيل الله لوتوروت في سبيل الله أغربو في سبيل الله من غاد دوادي ثمواثنش في سبيل الله الرغالوت في سبيل الله الدورد في سبيل الله التيري الحياة مش مرة ثانية في سبيل الله إذن يصبح كل خطوة مكرة صوري في النج إلا هو صدقة وفي سبيل الله ذا غا ترسي غيدور غاد فار الخار ذو مدسشين غمار السنمس ذا غي غدور غنش غاد فار هذي بدا ترسي قرص ايه واشين كور نعام انطراح شحان خصار يخزار غير غير خصار انت وجبو التخصار ما دام النية ما مشدو مثل النية تا يفق في سبيل الله هذه كسيلة الرحيم الا مرة دار ربح وغصبو تخصار تخصار ابليس ما تفهم ما يين يغسل ورثاه ولا نجد
إذا تخزر يا أخي الكريم إرخار حتى الشوكة الشوكة يعني شين قرسس لنا شي يرقف يميت فغد فغد إيش يرقفوا سنان في سبيل الله بنشاط طوموبيل في سبيل الله يوقع شي طوموبيل في سبيل الله من ماذا شي وقع في سبيل الله من لأن نضفض في سبيل الله من أجل إحياء صلة الرحم يجيش ربي طواث نخار ثم واثناش ثاق حديني العائلة ثم ندخاك ما رفاح نفاح شوف رفرح مني إذن كل شي فاح ربي إن شاء الله يفاح ما يملي أنه استجبد الدعوة ربي استجبد الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم إذن كل شي فاح يبين مي غندور غاد فان الشين ما يمين الشين غنعد في فليس إذي سروس إذا غدي سروسان الفقر يستقوى ذا رغي قراشي 10 مليون 12 مليون 10,000 10,000 أورو شحال تاوي أوه سعدو 10 مليون تيستورس مليون هذا ويستور بوس أورو رخو لأن قول راح غاث مواظن الناس يستورس مليون انت غاس مليون يعني مليون سمين يعنى أشناو أذراني قرقو غانغن الشين دي هذه نواحي النظر أخني أسمي أنا مليون أقا 1000 أورو هذا ولو 1000 أورو يمكن تسجد دي دي الضريبه شحال تخلص الضريبه ختمو بين شحال ما شاء الله شحال تخلص دي عام 1000 اورو ما راك مير سيدي اللي تبحت شحال تخلص دي عام قاو قاسي وقال ايوا سيدي 1000 اورو قاد روح ذي هلا مليون سيدي 10 مليون واش تتعظم دي ابليس اما الله عز وجل يتجزى شخص صدقه يا ثانيتها يخدفش ذي الدنيا أما ذي الآخرة قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم إذن تمنية ثنين يتحب غثارس حب الجمن ذنيتا لا يتشت في سبيل الله يسن بأنه العمل يتقرب إلى الله وبأنه ميمي مسافر ابتغاء مرضات الله لإحياء صلة الرحم في سبيل الله ولكن مرمي خناتر النية يمو ما رني عاود فاغ وارخد النية في شريني مرة فارغنت الفلوس اني غاد خصاد مرة فارغنت اني مرة تخصاد لأنه ميمي لأنه اني الفخني بليس الفخني بليس واني غين وانشان حشت عفنت هذه نوى الفساد في الأرض هذه نوى هذه سافر من أجل والعياذ بالله إشعال نار الفتنة ونتا مر من غي خسار جهنم مر من غي خسار ذو الغضب الربي واسوار ربح وغد جاي الربح المؤمن أمسر واني فغن ابتغاء مرضات الله من أجل إحياء صلة الرحم هذه تقرب غرا ربي سالعمل ونتا هذه جمع جار فاميليانس هذه صفاح فاميليانس هذه صفاح فاميليانت مغانس هذه صفاح ثاروانس هذا راح خليت تكون غاث مواطي حنجم غير سنتين اذا نحفا كان كل شيء فرح نسي واخا مرمي 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 ثم شم مرة تارس تسن ثاروانس قالت شحي قيمن ما قيمن شحال غنت صعب قيمة ثلاثين واني غنت سني غاب عند جياري ني خمسين جياري ني غيش ندير حسبنا حتى جياري حنجاني مزيان وسينا شيني شحال شحال قيمة الان حسب مثلا جياري ني غيشتن خلي غاد قيمة شاسين قيمة صافي وشاد وجدن بانه السن بانه فيه وشاء ان شاء الله السفر فاحا نعم سيدي يتفوح حنجار مبارك مبارك يفاح مسكين ما يمي لانه صفحت يا اخي الكريم تقوى ضغط مهنس يحيي يحيي ذا الصيله جارز تم مهنس جارز الوطن نس ما شاء الله قدي ثمواض هذي فاح نعم سيدي وفاميليا نس عاود هذا شي دار عز شس 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 يرخان سيدي ربي شوف يرخان نشي نخزا غير غير حباقش لا قضا يتقعد الايمان ذا ينقص الايمان غاتينا قرا شو مرة روح غذيني خني غير حاط زاغ شنجي شن فاميليا ينو قرا شو سيدي يخزاد غير غوفوس يخزاد غا كابون توموبيل من دوية اي مية وارا فاميليا ناش تنفقد خاص في سبيل الله تعاونت في سبيل الله تبرع الخاص في سبيل الله شكي قلقي خزاري تغمالي تغوفوس
جمجن إن شا سيدي غوا مركز غير محامث هذا نسا غانزان خزاني غير محامث ما دينشا ما يمي قاعد دقيني وارن ما يمي وارنا. وإنما المسلم لا يا إخواني وإنما ما مش النير يفغ لله يفغ من أجل الله يفغ من أجل أن يعني أن يحيي صلة الرحم التي أوجبها الإسلام. ما مش النير كل شيء النواك كل شيء فاح شكت فاح فمليان شفاح فمليان شفاح فمليان تمغاض فاح فمليان حنجان فاح كل شيء فاح النفقة نشديه مواطن نش صدقة تعاون ذي المسكين ديني صدقة عظيمة شتي تسسو تين مسكين ديني الفقير سوذاز ديني الجيران صفاح تن لأنه راني هني الجيران أضفاحل لأن خزان غا الجيران نغني الجيران نغني غاسن الجيران سنا قحند الشيك الجيران اشترى جاني وما يبغى يعقح وجار ما يعقح مسكين ما لا ما ما انا غير السن بانه اطفال يا رب هي تسود على خير يا رب شو تدعى لك اذا ما راه فرحت اما مشي نخزا غايب لي سيدي نغيب اللعن صوتنا الخير يا زمان صوتنا الفقر للفقر يقرر غتخصام الطاس الثمانيات اغاربو غانيناس اغراء قرقي ولا نزير قد نحسب شحال قاو غاربو ما سنقص الناس ما ياني ناس لوتوروت ماني ناس ما سنقص الناس المازوت ليسانس ماني ناس ما سنقص الناس انت خزار غير غاثينا غير غاثينا ما يمي غنخزار خزار غير خار اذاش ايش غيكش ربي خزار يا الرحمه ايش غيكش ربي خزار العائله اني فاميليا اني غاصفار هذا شي صفارح ربي. والنبي الكريم يقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن إيري رحمة رحمة إيري شك دار رحمة دار رحمة إي فاميليا نش دار رحمة إي العائلة نش دار رحمة إي ولان مرة دار رحمة إي ثماها نش دار رحمة خصها تيري دار رحمة دار رحمة لأن الراحمين يرحمهم الرحمن يتحبى ربي غربي يتحبى الراحمين. أما الذي لا يرحم يقر النبي الذي لا يرحم لا يرحم أرحم إيش يرحم إذا خل كريم أدنى عاد ندور غا وورنا ننا مرة النفقة ني مرة الخار ني ذر خاري غا تكشد واني مرة ذا ربح وذي نبوث خصاط وقرق روح غار كون جي خصاط 10 مليون 12 مليون وتخصاط شاث اني مرة ذا ربح ما دام النية نش النية نش ابتغاء مرضات الله وقصد الزيس وجه الله لإحياء صلة الرحم ففزت ورب الكعبة. والله إلا تفوز ما رنية الصبح ما رنية تعفانت ثانية الويل لك لأن النبي الكريم قال من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من السنة السيئة أتويل شنحش تعفنت غض مواظنش أتويل شنحش تعفنت غض مواظنش ما رضي ويش نحش تعف انت غير مواظنش خصي شات سميانه السنه السيئه فعليك وزرها فعليك وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. وانما يوذا النحذا جنخار اتيري الكلام نشدر خار يفس نشدر خار اضعر نشدر خار اوار نشدر خار النظر نشدر خار. ما مشي النبي الكريم تبسمك في وجه اخيك صدقه صدقه غير ضحش صدقه عون صدقه. حتى ان الاسلام من ستر مسلما ستره الله من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أخاك نفس ربي ذي الدنيا ذي الآخرة نفس خماش صفاح خماش شي صفاح ربي عثق خماش شي عثق ربي عفو خماش أخاك يعفو ربي سار خماش أشي سار ربي ذواذ الدين ديوي محمد ابن عبد الله ذواذ الدين الدين رحمة رحمة نبينا بعث بعث رحمة 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 للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وقال عليه الصلاة والسلام كما في موطأ الإمام مالك: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو محمد رسول الله، إخضارة ربي. شوف الأخلاق نس، شوف مين يتآمر مين في تآمر، شوف الدعوة النس بمشي يدعو صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الرحمة، يدعو إلى سبيل النجاة، يدعو إلى الله. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى ماذا شي الحاشي سبحان الحاشي شغيظار اللي قرش حيدس حيدس. إذن لنا يا إخواني المنطلق وهي السفر و يمثل الساس الخذ الميزان الشرعي الإسلامي كله رحمة وخير. إذن ويقيم الحساب النية إذا جديوي ليستني شي وكشا ليستا ليستني شي وكشا إبليس غير قسموين يسجد غاك نشخصغ المرضى ربي. أما شك سروسي ذي الفقر جارتي الطوينينو تدعي ذي غالبوخل ما حندر بدات في ذكي قجي الجوغ وترح غلا صلة الرحم ولا والو، وإنما ربي يفتحي في ورن خال يقرا غير فغ في سبيل الله انفق في سبيل الله نش هذا يدخل فوق كل شيء هذا شان يغمين فضلي. إذا هل الإسلام يدعو إلى الرحمة والشيطان يدعو إلى السعير وإلى النار؟ إذا ستيلو النياخة الكريمة شنو صحق نهار ما تكسيد افكارني غسقسني غتسقسيد ايوا ني نسي وغربو ايوا ني نسي لو تورود ايش بديت اني نسي لو تورود الطاس نتحبى ايش بدي ايش بديت ويقرا الطاس نتحبى الطاس نتحبى لا 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 الطاس نرجع وزيد زيد زيد يا حبه زيد رجع ايوا خزار غرجع خزار غا الرحمة خزار غا الفضل خزار غا الصدقة. والنبي الكريم قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. ايوا ها الرحم نشتاح مالك شي داس يتاريش ربي اثنين، المسكين يتاريش ربي شن صدقة، الرحم نش اثنين إتاريش ربي صدقة وصلة الرحيم. إذا إخواني ما مشن لنا ولتذيس الأرخار أنا نجي الخطوة غزاز قناني أنا يعني أنينا نغيج نار 49 وتقذ ما حندي إن شاء الله هذه ماني الخار المسلم يعني ويتي وينزير خير. المسلم لا يشبع من الخير وإنما دائما يطلب زيادة الخير. ربدأ يا رب نير خير يا ربي تخزر ذا رسميت قنيد زي رحمة النار بربدأ يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أقسم الحياة نستكمر أنت يا ربي يا ربي يا ربي تتا ربي. إذن ويتي وينزير خير زير خير إخواني إذن غدياني ربي وهو الخير ديوي النبي الكريم. إذا نادنا نرخو النقطة سوستنين أولا النير هذه أثارة سديري مخلص يقصد ذي السفر النس وجه الله عز وجل ويحيى سيرة الرحم ما حندنا فقط النس مارة في سبيل الله. ثم ما حند ذي تم الأمر هذه يرزو المسلم ذي السنة النبي ما مشتوا السفر النبي ناقشي جندخل ما مش تغسل السفر للنبي. السفر للنبي يا إخواني تغسل سفر مبارك ما يمي لأن النبي معصوم الدعوة النس معصوم الحركة النس معصوم الكلام النس معصوم السيرة النس معصوم السنة النس معصوم. ولذلك يوي ينغد النبي اثنين يويد القرآن يويد الحكمة. حكمة مين تعنى؟ قال الإمام الشافعي وهي السنة ويعلمهم الكتاب والحكمة. همين ديوي النبي إذن ذي السنة النبي الكريم ذي السفر إخواني الرحمة الربية فيسر ماذا نغ النبي الكريم
ما مش غير السفر، لان مرا السفر نشق السنه النبي ثاني ذس ارخاذ ارخاذ ارخار وشق دير خار السفر نشق كل شيء غير ارخار ارخار ربي راض وارخار يتنزل وانت تقتدي بمحمد بن عبد الله. لذلك اخواني نورا اوريجنا الرساله اققت غوم دنيت قديمه سميختث مختصر احكام واداب السفر على ضوء الكتاب والسنه وفهم سلف الامه. جيغ الرساله يا ثانيتا جيغ السيره تمقرانين هقينت وشكلنت ما حدوني ويتقلع عن الطاس مليح هذه الجمو غادي يقلع هذه السن ما انتني جا المرفوعه ما انتني جا المنصوبه ما انتني جا المخفوضه ما حد هذه فهم مليح. ومن خف الدورة الرسالة يا تكمير إخواني وهو الفقرات سينا والأبواب سينا لذن الفهارس ذي الرسالة يا ثانيتا أقتت انتديني إن شاء الله وثي الشغاد دوار تتم الموضوع وثي الشجار مغار ذي العشاء تتم الموضوع عادي قمي اثنين دروس النغني ما حدا نكمر إن شاء الله الموضوع عن السفر ثك مقدما ويتد ولكن انا دف ان شاء الله غار ذخر ان شاء الله في وش غد دهار ثم جار من غار درعشاء باذن الله تعالى وغار في جار عوده غنغير الدرس ولكن نرجو الاخوان غادي سند حضار. الرساله هي ثانيتا الفهارس النس اولا ليس مقدمه الكتاب مع بعض النصائح ليس خطبه الحاجه ليس المساله الاولى الاستخاره والمشاوره. ثم قال الاستخاره الاستخاره وهو قبل ما تقلش العمل اتستخذ ربي العمل اللي خصها تقاد تقاضى يا ربي ما راه دايس رخار وشي سيد ما راه دايس الشهر سبعه غادي تخافي غاويه يدرخار فقنص الاستخاره. ولذلك جابر كما في صحيح مسلم في شخص السور باذن الله يقار جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. المسألة الثانية نهى صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده أثر سدي سفر وحدس للتموبين ينهى خاص الإسلام ترتب خاص مسائل هي لا تحمد عقباها. النقطة الأخرى أو فصل اختيار الرفيق الصالح في السفر وغيره خصت صفاد يخضر رفقة يصبحن يوذن يصبحن لأن الشي نقارس سداري جنغ مع من شتك مع من شبهتك يخضر يوذن يصبحن. استحباب خروج يوم الخميس أول النهار تغن به النبي صلى الله عليه وسلم توخني خصا في سفر يتسافر نهار الخميس نهار الجمعة يوم عظيم وهو خير يوم طلعت عليه الشمس اجن خان النهار ولكن دي السفر يوم الخميس احسن زي يوم الجمعه فهم ما ينغلى نهار الجمعه قال ليس النبي خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم الجمعه ولد فيه ادم وادخل الى الجنه واخرج منها وهو نهار الجمعه استنزلت الى ربي غد الدنيا يوم الجمعه يمد نهار الجمعه ولا تقوم الساعه الى يوم الجمعه يوم عظيم وذي مش النهار غير الجمعة ولكن النبي ذي السفر يتفضل يوم الخميس يوم الجمعة يوم الخميس دوني سبحان النهار نيني سبحان السفر لكن ذيري أول النهار غصبح ماشي غير عشية عشان النهار الخميس غير السفر اللقص ذيري غصبح ما حند ذي حسب النهار الخميس. ما يقوله المسافر إذا أراد أن يودع أحدا شخصة سفر أتودع ذي وذار من غتيني ذن دعاء إسناث النبي صلى الله عليه وسلم سناه والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دعاء عظيم. ما يقوله من أراد أن يودع المسافر ماشي كيف كيف المسافر خصه يودع هذه نجم الدعاء والنس غير يودع هذه الدعاء غير الدعاء إن المسافر هديه صلى الله عليه وسلم في المصافحة والمعانقة خلني خسن سفر من عنقي ويوياني غنصافح وها خلني غنبوزي السفر من معانقني غنصافح
ثم مرة أتفدي السنة النبي إذا همين غاث قد همين غاث قد خني خصدة صفار وتعانق شاء صافح خني تغدور زي الصفار دار عاسي وماش نغز دق زي غارين. هديه صلى الله عليه وسلم في العدوى والطيرة. ما معنى العدوى؟ ما معنى العدوى؟ العدوى ضد الغبطة. العدوى هو الجن مثلا يكشاس ربي شكت قذ بقدر المستطاع الناش وخاف الدعاء قاسي ربي كساس من دستكشيد ثم زي العدوى عاود شن الجن ابتلت ربي شن الهرش يقرس يا ربي الهرش وكساس تفران تقنس العدوى افران من ما يعني هذا مسمني غير المسلم طاسني ودان ابتلت ربي شن ما يقرس يا ربي كس زي الهرش ونتا وشيتي شن وذين وشيتي شن رومي انها خاش الاسلام لا وانما التار باش يسقنفا ماشي تيكشي الجن غني تسمى العدوى ثم الطيرة نهى عنها الإسلام. ما معنى الطيرة؟ يقول عليه الصلاة والسلام من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. الطيرة ثرس خنيق سذيفة مسافر تمسرقك لابيلانس إنه يا لطيف زي النهارة شي ذورد تقنص الطيرة يمسرقك لابيلانس يا لطيف زي النهارة يمسرقك شن يجني موز يا لطيف زي النهارة يمسرقك شن تسريس يا لطيف زي النهارة مريم من غاك شن يجني مسرقا كيس يا لطيف زقنبو فايزريغ نشد يدور فقنص الطيرة وهي محرمة. والنبي الكريم يقول من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وإنما تفغض يا أخي الكريم زيت الداث النشئني بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ثم تخزر الخار موار شاثر قيد بولانسياني غلا بيلانس نيغ تسريث نيغ رميات نيغ شكاقش في سبيل الله تفض ما ميدغى الدور إذن ونيدغى الدور ونيدغى يدورن ثارث الطيرة والعياذ بالله ونتشرك في عبادة الله. ثم ما يقوله الرجل إذا خرج من بيته ما رفق زي الدانس من غيني يسر مدان غنبي السنة الكلام الطيب الدعاء. ثم غانغ إخواني أيضا مما غانغ ذي الرسالة يتنيتا دعاء السفر. ما هو دعاء السفر؟ إيش مرة سفر؟ ما هو دعاء السفر؟ إذا غير مثل النبي إيوا أربعة الإخوة مي قرش دعاء السفر يا ربي قتوكر خاك بسم الله الله أكبر. دعاء السفر تويت قيث النبي دعاء السفر خصيش تحفظ دعاء السفر خصيش تيني لأن دعاء السفر ليس الرحمة ترك وارض غربي ما حندش يحفظ ربي ذي السفر نش قانس دعاء السفر ستحفظه. ما يجب اجتنابه في السفر بين ربعة بنت مسرين ناقص انت الاسلام انت اخي كيرين ذي السفر دعاء دخول القرية ما رقش ذي القبريد خسيت اثل شان تندينت نغات اثل شان دشار نغات اثل شان القرية النبي سنش يشن دعاء تينيد ما حد مرضو اثل غال القرية اني اش يحفظ رب العالمين من شرها اش يشار رب العالمين من خيرها. واهر حجينو قاكوش الشغورتا ان النبينو ذنبينش. هديه صلى الله عليه وسلم اذا نزل منزلا شكت قوار ذا كبريد تبدد غا باركين غا باركين لما ني غاتبدد تا اي حد يسر مذاش النبي يجن الدعاء ما راثنيت واشي الدار والو باذن الله وقدي تقرب له في غار ورا عن كروشا ورا غاضنت ورا شن يجن تريد محفوظ من قبل الله ولكن احفظ الدعاء. ثم ما يقوله من غين مثال رسم ريزر الهلال الشندني تقليل وزار الهلال لانه سينو ثلر نعرة ولكن خلينا غادي ندي السفر ذي تحت حواها منطنية يمكن تزاد يوان من غادي ندي ويوانيا الاسلام يسر مدانو اتزاد أتيني ذي الهلال الله اللهم هله علينا
بالأمن والإيمان، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. الدعاء يسلم ذلك النبي إن شميت غان السلمي قطو غادي مزياني قاش مارا زري ديوارين يس أيوار أيوار ما تزري تفقى طامزة طامزة قطامزة طامزة لو كوينتوس يخارق ساقوان زيسي حنجان دوينات وطامزة واه تجي بعد واه تجي عيشة قنديشة واه تجي الغولة كاين الغولة فين هي الغولة شتو شي خطر الغولة ما كاينش الغولة غير كيخوفوا بها الدراري باش الدراري يحنجان اثن السقود بربي ممشي قارن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يا عبد يا يقارس النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام اني اعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله نمشي نقارس اغاك سمزة اغاك الخيار قضيها عيشة قنديشة وقد تفض السار ذون تغاسبو يضان ديها تفض السار ذون تغاسش جيف ذقضان ما انا يخارقنا امة تعيش خي خارقا اذن وذني لا ثامزة ولا الغولة ولا عيشة قنديشة ولا الخيار ولا ولو وانما المسلم يتوكل على الحي الذي لا يموت على الله اقشو شي يحفظ ربي يقال الله عز وجل يتخطب ابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان واسن تقارب واسن تقارب عند العباد ربي اني في عبد العباد النس انو كيسي تقل الشريك ماشي شويتي يا ربي شويتي ورينو شويتي ومضرينو ونغني الناس لا شويتي الشيخينو لان غاس الشيخ لابد ما راي الناس الشيخ يقارن سمعا وطاعة ان قزاز غا 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 فذن التيضان يجبد الناس قا قا تتضغاغي كثار ما راتو غا يقواسر حفان وش تصوغي إذا ونغيزان الهلال يسن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيم إخواني ثم كذلك مما أيضا سنه الإسلام وهو من غين آثار الرأس إذا خاف قوما ثم غجم مشان تقول إذا قشلي باركين تقول إذا خاكدي هجم شان يجن أتقري جن الدعاء دعوات المكروب إذا ياخك شوية الشغر ما هو الدعاء من ذي غد استعند المسلم يتسلح بالدعاء إذا عند الكرب النبي صلى الله عليه وسلم يستشنش بعض الأدعية العظيمة قال إذا ريت ذي الكتاب ونيته ما يقوله المسلم إذا تعثرت دابته الدابة من خفين يمارة قاطو ذا من غيني التمو بن خني تنقاض ماذا تنقاض دقزة جارة يبدأ سمو توار يقضي يصل مازوت ما معنى ذا أسني أن الدابة نش تنقاض يمين غثيني يجي تسبة يجي شتم وخاصة وني جا غاس 207 يقى 207 سنجو 207 دو قزاز جار راس شاد زاد مين غايخدم هي مين غاي هذه يوثر مفاتح هذه يسبر مفاتح ايضان ثغم يتبوه روي واذا سغي سقع هذا 207 سنج 207 هذا يسوس الزار 207 سنج راه دو قزاز جار راس هاي 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 إذا شوف يا إخواني ذن الهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام توي قال عليه الصلاة والسلام إذا تعثرت الدابة ثم استعجال الرجوع عند قضاء الحاجة ترس مرة مسافر يكمل حاجة الناس فخصي دغيا غادي يعجل الرجوع إلى أهله دغيا دي صغات الدانس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا سجير تتعتسقاق الدانس لا إلا لمسائل الجن معروفة استحباب الدخول نهارا والبدء بالمسجد والصلاة فيه المسافر خني دغيا يدور زي السفار ما راه ديال فدينها هذه حاول ديال في سوا استحسن مين زي غيبدا غير حجاج صمت مليح السنة النبي نوم لا نجزي غير حجاج خني داك واد غاشخيبول يتوارد غير نمر انت دا جارت يطوي الناس يطوض غادا الدعس قوي خزا غاحد تدعثوها كاسا كاسا تدعثوها وإنما ونتغير زي الصفا سواء من سفر الحج وغيره من زي غيب ذم الزوار بالمسجد يصلي فيه ركعتين ويجلس ويذكر الله عز وجل عادي غير حغذ الدانس الأول زم زيدا ها السنة النبي النغي يا إخواني ونشين خزاون لدكوان زي الصفا بل مريض ولد زي الصفا مش هدي صغام زيدا
هايتك 15 يوم 20 يوم هايتك خدم زيدا ماشي يغل إن شخا يوحار يهرج زي السفر وهادي تيسوى راه غصالة غادي يزجر وقت ثم ما يقوله المسافر إذا دخل بيته خني تغير في تدانس من غيني ما يقوله المسافر إذا عصفت الريح يقوارا كوبريد غاس 207 سن جنس 207 يكادا كيسو سميت قسطو موبين أمو من غيني تمين يخدم ما رغس لابو يخني دا سياني مليح ما ريقع عتساون تخني سياني مليح ما حندو يتسري الزاو موتوار ما يقوله عند الرعد ما يقوله عند نزول المطر خلي الشاثون زار الدعاء مستجاب لنيش الدعاء يسلم دان خث النبي ما يقال عند رؤية الهلال نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الديك يزيخ نيس قوقوع وهي كتسبد نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى أزار رسل السفر يتاسد الحالة ذا يتخسس وجديف ويتاسد تمسير شيء بدار خدني ويقع ويجمين ويقع ثم المسألة الخامسة هديه صلى الله عليه وسلم في المسح المسح من خف شاشت المسح تقاشر المسح خيها كوسن شنقاون السن المسح المسح وجودي هذه السفر قليل وذي السنن مع أن المسافر يسنس الإسلام المسح ينس المسح النش يختلف عن المسح المقيم أما المقيم هذه مسح جيرد النار أما المسافر غاس ثلاثان جياري ثلاثان النهار هذه غي مسح تقاشر نسني خيها كوسنس الجواز جواز المسح على الجوربين وإن كان رقيقين وخط قشار ذي الزداد مسح خسن وخط قشار قاصن مسح خسن ثم المسح خيهاكوسن عند الصلاة ترسخني غي الزج جذي بذي الزج الصلاة ما تيري ذيك هاكوسن يوجبو الصلاة ذيك هاكوسن ديس رجار كتاز قول نتزجن بري هاكوسن ذيك سيت الصح لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقار صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم خالفوهم إن النبي زاج ذيك هاكوسنهم نهي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم خلنا ثلاث راح هذه الزجة ذيك قمو أخ نخسى ذيك بوكس ونتقنا من الله يخسن يقبو كاس الكاراتي ذي الصلاة يملا سهوة ثم في نهاية الإسلام أتزج أشوف الناس يجمع حسنت أخو يجيب أشوف الناس وش أخستق أخستق الحجاب الناس خلني أثناء الرسمة رأي الزوج كستيسيرة ما نهي نتغيق خلني أخسى ذي الزج ما نتي غزاف ما خيفوس الناس ما خزر مض الناس نجار جاري ظهر الناس نغذفار يسشنغ النبي ما انت قد غزات ممنوع خيف وسنش ممنوع جاري ظنش ممنوع اما خزر مضي اما غبار غادفر اما اللي غاد قذي هاك وسنش وانت قد غزات كذلك اخواني بالنسبة التيمم ما مش تيمم ترس تفيثل حالة ذي السفر دعاس الحالة اني الى التيمم مش يسغي التيمم التيمم شي نقش مجلس انت شي التيمم يتو تزرو النار شي بدا يتحكى من بعد ولي بدا يخني غير حد يحكي اغمو بالناس شي بدا يتقمو اخ نواس ايش حوايج الطيس ها ها ازدي عاود ديك الساس عاود تيمم نوش يتقمو عاود ها يتقل يوقع اما التيمم اخواني ولذلك غنغيش كاسيت قنقيت سيور غي الصلاة كيفية الصلاة النبي التيمم الغسل الوضوء ايش نتشتيوا ها بسم الله ها 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 بس حدا غمو بس قديو فوسا يمو قم ها التيمم ها التيمم السنة خص التيمم تنطوع التشدد ما مش تقن ها ها مش اقل يوقا اخي خفنش ثم غان صلاة المسافر مش غيقي صلاة المسافر عاود مش غيقي صلاة المسافر صلاة المسافر يكار مع ربي المسافرين الصلاة الرباعية شحال غير الصلاة وجار نهار تجير في الرباعية ثلاثة غنغدوها رابعة العصا رابعة العشاء رابعة سينا أربع أيام إنش الإسلام زاد اثنين هو الضو هذا اثنين العصا اثنين العشاء اثنين يسمى القصر
ونيت الدين اللي بدي دغاه هو. انا غادي نكمل دابا ان شاء الله وتأذن. ثاني كل شيء خاصنا السوى من بعد ان شاء الله. ثم اخواني كذلك ذني جمعة تقديم جمعة تأخير. ثم دارس خني غير حديث الزج خني غير حديث الزج خسادي الدن ما راقش دي باركين الدن لانه خني غير الدن المار وغيسرن واني غيسرن الاذان شي لا شي شهر يوم القيامة كي كيدن وخير اذا زرو. الصلاة الجماعة ماشي الجماعة غير ذي المسجد يخني غير راح تفغض ثم غادي يدي السادة في دي التموبين تزج دي التموبين ولكن ما حنا تحت سكوك كي سكيت تحت سكوك ام دي الصلاة قارصة في التموبين. احنا جا نعاود السمانة اثنين دار شي تزج الشاق شي رغام شي من ضاضية شادية الصلاة لي جماعة توضغى باركين امشاني الدواري بد اذن راه غادي حنجان غادفار ثم غادفار زاد جدو هذا العصا دير وقت الدوان دير وقت العصار جاد جل مغاب دير عشاء دير وقت المغاب نقدر وقت العشاء امني راه توضغى موحنش. حكم الصلاة على النافع يعني على الدابة الدابة مش خاص الزج ولكن النافلة ماشي رفاض. كذلك ماني غزج القبلة ما راه واسين القبله ما جلس غايقد اجتهد يكشش الاسلام لان ماني ما ثقيدا غنبو منش فثم وجه الله اينما تولوا فثم وجه الله. لكن ذي نجي الحكم الشرعي كشش الاسلام دار الرحمه شك الزج امو تجتهد والقبله واش تضع عشان الزج ذمو تصد شي حاجه كاد غاس الصباح تخسروا في القبله الساعه اينش زوج غمو ما استعاوذي الصلاه نين الصلاه مقبوله الصلاه مقبوله ولا استعاوذي ربي زيك تقبر. ثم غانغي اخواني نسيو حجاب المرأة المسلمة ثم الصلاة إلى السترة لابد دارس هذيك السترة خني غاي الزج ثم وجهي حدا يعذو جارس السترة النس ثم صلاة المسافر خلف المقيم ما راشك مسافر الزج وراء الإمام مقيم شحال غا الزج اثنين أربعة هاد الزج أربعة أتقتدي زي الإمام النش لأن شك مسافر لابد تبع هذا الإمام يقارن بجعيل الإمام ليؤتم به. ثم سفر المرأة للحج ولغيره ثم غاث ما تسافر بدون محرم لابد من المحرم تنسي ورخاس ما معنى المحارم من يعني جا المحارم انت مغاث نسي ورخاس ومشنا تتم للموضوع ونيت ان شاء الله سي وشا غاد الدهار باذن الله ثم جار المغاف ذر عشاء باذن الله وما ردو سيم دغار في جارة رجل الموعظة باذن الله عز وجل. فجزاكم الله خيرا جميعا على حسن استماعكم فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا السداد والرشد ونسأل الله عز وجل أن أذن غيوفق إن شاء الله غير خار هذه السفر ونيت إن شاء الله جن السفر مبارك ونطلع الله تعالى غادي يصيود الإخوان مرة بخير أثن ديار بخير أثبت أنت الحسنة إن شاء الله أنستفد زي السفر النغ أذن غي يحفظ ربي ذي السفر النغ أذن غي يحفظ ربي العالمين حتى ذي ثمواثن غمن من جب بإذن الله. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.